السلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى الموعد الرياضي. البداية بمولودية الجزائر، أين أعلن أبو جمعة بوملا رئيس مجلس إدارة المولودية عن تعيين الدولي السابق كمال قاسي سعيد مناجير عام للفريق بدلا من عبد النور كاوا الذي استقال من منصبه بعد سوء تفاهم مع الإدارة، مثل ما أكده بوملا اليوم الأحد للنهار، وهذا بعد الاجتماع الذي جمع الرجلين بمقر الفريق والذي أفضى إلى ترسيم قاسي سعيد مناجير عام للنادي، ليعود بذلك قاسي سعيد إلى بيت العميد بعد تجربة كمدرب مساعد الموسم الماضي قبل أن يستقيل بسبب خلاف مع المدرب الأسبق ليفينغ. من جهة أخرى، تنقل رفيق حاج أحمد المكلف بالتسويق في المولودية إلى المغرب لضبط كل الأمور الخاصة بالتربص الذي ستقيمه التشكيلة العاصمية هناك تحضيرا للموسم المقبل. عينت إدارة فريق أمل الأربعاء اليوم الأحد الدولي السابق ستاهر شريف الوزاني على رأس العارضة الفنية للنادي الوافد الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، حسب ما صرح به جمال عماني الرئيس الجديد لنادي الأمل اليوم، أين أكد على ثقته التامة في زميله في المنتخب الوطني سنوات التسعينيات، مشددا على أن الهدف الرئيسي لشريف الوزاني هو الحفاظ على مكانة الفريق في الرابطة الأولى. وكشف عماني بأن عملية ترسيم تعيينه على رأس الشركة الرياضية والتجارية لأمل الأربعاء ستتم اليوم الأحد عند الموثق. إلى أخبار محترفين، أين أبدى الدولي الجزائري العربي هلال السوداني سعادته بالبداية الموفقة مع فريقه الجديد دينامو زاغريب بعد إحرازه أمس للكأس الممتاز الكرواتية، معبرا عن تفاؤله بشأن مستقبله مع ممثل الكرة الكرواتية أثر تغلبه على المنافس هاي جوك سبليت. وأعرب السوداني في تصريح نقله موقع دينامو زاغريب عن تفاؤله بمستقبله مع فريقه الجديد، خاصة بعد السهولة الكبيرة التي وجدها داخل التشكيلة وتأقلمه السريع مع زملائه الجدد في أول مباراة رسمية له مع الدينامو، خاصة مع زميله كوب والتفاهم الذي بدا على اللاعبين أثناء المواجهة. وكان السوداني ممرر الهدف الأول الذي أحرزه لعيب دينامو زاغريب. سيكون الدولي الجزائري حسان يبدأ لاعب نادي غرناطة الإسباني ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بإجراء أول حصة تدريبية تحضيرا للموسم الجديد، حسب ما أعلنته إدارة النادي الأندلسي. وسيخوض يبدأ الحصة التدريبية رفقة زملائه بداية من هذا الثلاثاء. وكان لاعب الخضر قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة أبعدته عن المنافسة لفترة طويلة استدعت إجراءه لعمليتين جراحة شهر مارس الماضي، كما أعلنت إدارة غرناطة عن تمديد عطلة لاعبها الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي إلى غاية 15 من جويلية الحالية بسبب مشاركته مع الخضر في تصفية مونديال البرازيل. في إطار الاحتفال بعيد الاستقلال، نظمت جمعية نجوم الجزائر التابعة لبلدية الكاريتوس شرق العاصمة احتفالية رياضية تخللتها عروض رياضية لاختصاصات التايكواندو والمصارعة الرومانية، كما كرمت الفريق الفائز بدورة ما بين الأحياء والتي كانت تحت شعار لا للمخدرات، كما كرمت الجمعية المناصرة الوفي العلمي أكرم كأفضل مناصر للمنتخب الوطني، مثلما نتابع مع الزميل كمال مهوية. الطاقم التلفزيوني لشروق تي في والنهار تي في وايضا ممثلي بلد فضيله باب تحيه لمشجعي الجمعية. قامت راي الخطوة الثانية هذه اللي قامت بها وكرمت، والعمل هذا تحسيسي جواري، وإن شاء الله بالك في المستقبل راح تكون الأعمال يعني أخرى ومبادرات أخرى. بون، الدورة هذه درناها من أجل تحسيس بالمخدرات ومخاطر تاعها، وصافي بليزير نورمالمون السلطات يزيدوا يقوموا بالدور تاعهم ويقوموا بالدعم الكامل لهذه الجمعيات مثل هذه الجمعيات، والحمد لله يا ربي الدوره هذه جازت على احسن ما يكون. راني فرحان كي كرموني اليوم، وهذا التكريم نهديك لكامل الانصار اللي كانوا معايا في رواندا، كادي حملاوي سميشو، وان شاء الله نتبعوا الفريق الوطني في 2014 ونشجعوا بروح رياضيه. 1 2 3 فيفا الجيري.
في أخبار الكرة الصغيرة، حققت كبريات نادي الأبيال لكرة اليد مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أطحنا بنظيرتهن من المجمع البترولي بنتيجة 26-23 في نهائي كأس الجمهورية الذي أقيم أمس بقاعة حرش حسن، ليتوجنا بذلك بالكأس الثانية لهن بعد التي فزنا بهن عام 2007. دوليا، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأحد أن قلب دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي تياغو سيلفا كشف لزميله في المنتخب البرازيلي داني ألفيش عن رغبته في الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني، وهذا خلال بطولة كأس القارات التي أحرز لقبها راقص السامبا على حساب المنتخب الإسباني. وكان سيلفا يرغب في الانتقال لصفوف برشلونة الموسم الماضي، إلا أن التزامه مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان حسم انتقاله إلى النادي الفرنسي، إلا أن رغبته في اللعب في النادي للنادي الكتالوني تجددت هذه المرة رغم تأكيدات رئيس النادي ناصر الخليفي أن لاعبه البرازيلي ليس مطروحا للبيع. شكرا لكم مشاهدينا على تي في المتابعة والوفاء أيضا. السلام عليكم ورحمة الله.